بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن منتج مستر بير اوميجا 3. بس قبل ما اتكلم عن المستر بير اوميجا 3 هنضرب المثل بشركتين، الا وهما ماركريل وايو جي. تمام، ماركريل في سنة 2023 نزلت بمنتج الروكسوتوب. الروكسوتوب ده كريم لعلاج البهاق. مفيش شركة في مصر بتقدم كريم بنفس المادة الفعالة دي، مفيش الا شركة أجنبية موجودة بره خالص بتقدم حاجة اسمها اوبزيليورا. تمام، هي نفس الفكرة، نفس المادة الفعالة، فنفس الفكرة. ده كان حصل في 2023، احنا النهارده في شهر 5 2024. شركة ايو جي نزلت بمنتج مستر بير اوميجا 3، برضو نفس الفكرة من الحاجات الحلوة جدا، هو نفس فكرة السبيك سموث، يعني تكلم بنعومة بقى وكده، يعني الترجمة الحرفية. موجود في السعودية، تمام، موجود في كذا دولة، وبيتباع هنا في مصر بسعر من 4500 ل 6000 جنيه. فالاوفر بقى والخصومات ممكن لو لقيته خلص هتلاقيه ب 4000 ونص. تمام، بالنسبة للمنتج بتاع شركة اي او جي، لا هو اقل من تلت السعر. تمام، فانت كده بتتكلم في 1400 جنيه، فانت كسعر بتقدم سعر كويس. بالنسبة لتوفر منتج، ان شاء الله المنتج يكون متوافر على طول ويكون حلو جدا ومتميز، مثلا اللي هو يعني نفس التركيبة ونفس كل حاجة، فدي حاجة من الحاجات الكويسة قوي. فاحنا عندنا مثلا سبيك سموث، يعني مثلا ناس بتجيبه من السعودية او موجود في مصر، مثلا اللي هو الشحن الاونلاين بقى والمواقع بقى وكده، فدي الفكرة. بالنسبة لل اللهم صل على النبي مستر بير اوميجا، احنا عندنا شركة ايو جي بتقدم مثلا أدوية في الفارما، تمام، وعندها برضو لاين المكملات، سواء لاين السانسو أو لاين مستر بير. تمام، كان مشهور أكتر السانسو، مش بشهرة المستر بير بقى وكده. فالمستر بير فعلا بيقدم حاجة كويسة. لو جينا مثلا بصينا على المواد الفعالة اللي موجودة فيه، هنلاقي مثلا اي بي اي 725، ودي يعني اوميجا اول حاجة، سواء اي بي اي ودي اتش اي تركيزات كويسة. تمام، سواء الاي بي اي 725 والدي اتش اي 275، فالاتنين بيعملوا مع بعض بتناغم، يعني الاتنين لو جمعت التركيزين وحسبت النسبة هتلاقيها نسبة كويسة. وفيتامين دي 3 طبعا 800 وحدة دولية، يعني مثلا كتير اصلا من الحاجات اصلا يدلوا فيتامين د، فيتامين د سواء مع صغير او كبار او لسه مولود بقى، ونفس الفكره. وعندهم برضو فيتامين اي اللي هو من اقوى مضادات الاكسده، سواء الالفا او الجاما توكوفيرول، وعندهم برضو فيتامين كي. تمام، فدي المكونات عموما، يعني عشان يزود مثلا المود والكوجنيتيف اللي هو صحه بقى اللي هو الادراك بقى وكده، ومضاد التهاب حلو جدا في الاوميجا بقى وكده. تمام، فده عموما المنتج. المنتج بيستخدم في ايه؟ ممكن تستخدمه مثلا يعني اكتر حاجه والاستخدام الصحي ليه مثلا في التاخر عن الكلام. تمام، هو اصلا يعني علاج التاخر عن الكلام عموما، او مثلا التوحد او الاي دي اتش دي، او عموما الامراض دي كلها مثلا تبدا بالكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. تمام، اللي هو مثلا التواصل وتدريب الوالدين، يعني دوره كبيره جدا جدا، بتبتدي مثلا بالتواصل، انك تتفهم الطفل وتنشئ له الجو العام، والادويه هي اللي مثلا مكمل بيساعد مثلا لو في تاخر عن الكلام، فده مكمل حلو جدا. يعني مش معنى مثلا للطفل اتاخر عن الكلام دي حاجه مش يعني مثلا مش حلوة أو تعوقه عن أي حاجة خالص. يعني أنت لو جينا مثلا شفنا حد مشهور اتأخر عن الكلام، هتلاقي مثلا موجود ألبرت أينشتاين. تمام، يعني ده الفكرة، يعني عموما يعني إنك تفهم كل حاجة بقى وكده. تمام، فبنرجع لكلامنا عن المنتج مستر بير أوميجا 3. هو منتج حلو ولا مش حلو؟ لا هو منتج حلو، منتج حلو لو جيت قارنته بنفس الحاجة الموجودة، يعني كباكج توتال كاوميجا بقى وكده وفيتامين، يعني مع سبيك سموث، فبيقدم لك قيمه حلوه قوي. تمام، يمكن هنا في مصر مثلا الناس ممكن تستغليه عشان 1400 وكده، بس انت يعني شفت الصوره كامله هتلاقي لا المنتج كويس جدا. تمام، فدي حاجه. تاني حاجه بالنسبه برضو، يعني قلت لك نقطه انك تفهم المرض، يعني عموما يعني يمكن الاساس بتاعه مثلا تاخر عن الكلام، يبقى الاساس تواصل، فالمنتج موجود وبيساعد. بس طبعا يعني ما ننساش طبعا الاساسيات وكده، يعني التواصل عندي رقم واحد، وانك تحتوي الطفل او تقدم له جو حلو جدا اكيد في المقام الاول عن المكمل بقى وكده. تمام، فهو المنتج بالمواد الفعاله اللي هي، فهو منتج حلو قوي.
بالنسبه لنقطه كمان يعني في التوزيع بقى وكده، اللوجيستكس بقى وكده، بنشوف حاجه برضو من الحاجات الحلوه قوي، مثلا تلاقي مثلا راجل في السعوديه بقى بينزل مصر بيشتري حاجه بيحسبها لك بحسبه السعوديه، فنفس الفكره. فالشركه لو عرفت مثلا تصدره الدول اللي حوالينا، سواء مثلا ليبيا سواء السعوديه، هيكون حاجه من الحاجات الكويسه جدا، وهياخد ماركت شير حلو قوي. تمام، فعموما يعني وكده، فحلو جدا ان الشركات المصريه تقدم حاجة حلوة أوي، يعني سواء ماركريل أو يو جي، تقريبا من أول 10 شركات موجودة في مصر في البيع بقى وكده. فسواء مثلا تقدم لي روكسو توب، مفيش فيه حاجة اللي هو بس، أو دلوقتي مستر بير بيقدم لي تركيبة نفس التركيبة التانية وأقل من تلت السعر، فدي حاجة كويسة جدا. تمام، لو المنتج غالي جدا، شوف البدايل اللي متناسبة مع البادجت بتاعك. تمام، وإن شاء الله الدنيا بسيطة جدا، وربنا يا رب يعني يخلي كل الأطفال كويسين جدا، وربنا يا رب يشفي كل مريض. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب. كان معاكم الصيدلي محمدي، شكرا كتير.